تأسس مركز الحسين للسرطان للأبحاث والرعاية الطبية الشاملة. هذا المركز الذي افتتح العام 1997 باسم مركز الأمل للشفاء بجهود وطنية رائعة من تبرعات أبناء الأردن والوطن العربي والمنح المالية من الحكومة. وهو مركز رائد على مستوى الشرق الأوسط، حيث يوظف أحدث ما توصل إليه العلم من سبل الرعاية الشمولية لعلاج ورعاية المرضى من الأطفال والكبار المصابين بجميع أنواع السرطانات. وفي العام 2002 صدرت الإرادة الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بتغيير اسم المركز ليصبح مركز الحسين للسرطان، تكريماً للباني المغفور له الملك الحسين بن طلال الذي صارع المرض بأخلاق الفرسان. I think that we are still wasting a lot of time on important issues. We are not concentrating enough. For example, cancer. What's being done about it? What resources are being spent the world over for research. وينضوي المركز تحت مؤسسة الحسين للسرطان، هذه المؤسسة الوطنية المستقلة غير الربحية التي تشرف على أعمالها هيئة أمناء تضم نخبة من المتطوعين الخبراء في المجالات الصحية والاقتصادية والمالية، يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية وبرئاسة الأميرة غيداء طلال. ونحن اليوم بعد 16 عاماً نلتقي في جوهرة الأردن الطبية، هذا المركز الذي يمثل أرقى ما توصل إليه العلم في عالم السرطان، هذا المركز الذي يعالج مرضى السرطان من جميع أنحاء العالم العربي. ولتوفير مرافق متطورة ومتكاملة تسهم بتوفير أحدث تقنيات علاج أمراض السرطان، جاءت فكرة التوسعة الجديدة للمركز القديم وليغدو الحلم حقيقة. وفي العام 2017 افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني المباني الجديدة للمركز التي تمثل نقلة نوعية في تاريخ الطب الأردني، لتتضاعف طاقته الاستيعابية إلى 350 سريراً و12 غرفة عمليات و36 وحدة عناية حديثة. وشملت التوسعة إنشاء مبنيين جديدين لتتضاعف مساحته الإجمالية بشكل ملحوظ. ومن شأن هذه التوسعة تمكين المركز من إجراء 300 زراعة نخاع عظمي والتعامل مع 7000 حالة جديدة كل عام وإدخال برامج جديدة تضاهي أفضل البرامج في دول العالم المتقدم. متواجدين الآن في مركز الحسين للسرطان، فاسمحوا لي أن أرحب بعطوفة المدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، هذا المركز أخذ المنصب أو المركز الأول على الدول النامية، على مستوى الدول النامية في نسب النجاة والشفاء من مرض السرطان، والسادس عالميا. كيف حقق مركز الحسين للسرطان هذا الرقم؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذا جاء نتيجة عمل دؤوب عبر السنوات الماضية، عمل مؤسسي. احنا لما أسسنا هذا المركز كان القرار واضح انه ما نكون مجرد رقم إضافي للمؤسسات الصحية الموجودة كان بالأردن ولا حتى على مستوى المنطقة، يجب ان نكون متميزين، يجب ان نضع بصمتنا ليس فقط على رعاية مرضى السرطان وإنما على الرعاية الصحية بصورة شاملة.
لذلك هذا العمل وهذه الأسس التي وضعناها والعمل المؤسسي، الاستثمار بالكوادر البشرية، الاستثمار بالآلة والتكنولوجيا وجميع هذه العناصر جمعها ضمن نظام موحد ينظم عملها، نتج عنه هذه النتائج الباهرة اللي أصبح مركز الحسين للسرطان الحمد لله يشار إليه بالبنان، وأصبح من أهم مراكز السرطان ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم. دكتور عاصم، المعروف عن مركز الحسين للسرطان بأنه أكبر نسب النجاح والنجاة والشفاء من مرض السرطان موجودة في هذا المركز، كيف استطعنا أن نصل إلى هذه النسب اللي أنت رح الآن يمكن تتحدث عنها، ولماذا مركز الحسين للسرطان على مستوى العالم معروف عنه بأنه هذا المركز هو للنجاة وللشفاء؟ من أهم البرامج اللي بدينا فيها، إحنا كنا عارفين أنه ما لم يكون عندنا المعلومة لن نستطيع أن ندعي أننا بالاتجاه الصحيح، ولا أن أفضل من غيرنا أو زي غيرنا أو وين لازم نتجه. لذلك بسنة 2006 أسسنا سجل للمركز لمرضى السرطان. شو أهمية هذا السجل؟ هذا السجل فيه كل شاردة وواردة عن جميع المرضى الذين يعالجون بالمركز، العمر، الجنس، بأي مرحلة شخصوا، العلاجات التي خضعوا لها، نسبة النجاح، العمر اللي عاشوه بعد التشخيص. وهذا هو اللي ممكن نتيجة دراسته إنه يقولنا وين إحنا وكيف نقارن أنفسنا بالدول. ومنذ ذلك الحين إحنا سنوياً نراجع نسب النجاح لنا، نسب الشفاء، ونقارنها بالدول المتقدمة. قبل شهرين قمنا بمراجعة دورية، الآن بعد ما مر من عمر هذا المركز حوالي 15-16 سنة أو من عمر هذا السجل اللي موجود بالمركز، بنشوف وين إحنا. الحمد لله رب العالمين، نسب النجاح بكل أنواع السرطان إذا ما قورنت بما ينشر في الولايات المتحدة وبأوروبا، نحن نسبنا متوافقة تماماً ومتطابقة تماماً مع النسب الموجودة بالدول الغربية. دكتور عاصم، هذا المرض له جوانب وأعراض أخرى، لذلك المركز، مركز الحسين للسرطان، اتخذ خطة علاجية شمولية. خلينا نتحدث عن هذه الخطة وبروسيز العلاج بشكل عام. يعني نحن لما نعالج المريض، نحن نعالج المريض ككل وليس المرض، لأنه المرض هو جزء، لكن هنالك جوانب أخرى جسدية ونفسية وروحية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كمان، مرض السرطان هو طيف من الأمراض ومن الأعراض ومن التداخلات اللي يجب أنه نعملها حتى أولاً نقي منه، نكشف عنه مبكراً أو نعالجه. فمركز الحسين للسرطان اختار لنفسه أنه أن يعنى بكل هذا الطيف، من كيف نقي أنفسنا من السرطان، كيف نشخصه مبكراً ونكشف عنه مبكراً، كيف نعالجه من كافة الجوانب اللي ذكرناها قبل شوي، وإذا فشلنا لا سمح الله بالعلاج كيف نرعى تلطيفياً وكيف نرعى الناجين كمان من هذا السرطان. فأصبح هنالك تناول شمولي لهذا المرض وعلاج شمولي للمريض من الجانب الجسدي، من الجانب النفسي، ومن الجانب الروحي. نعم. دكتور عاصم، مركز الحسين للسرطان أصبح الوجهة الأولى لكل الإخوة العرب ومنطقة الشرق الأوسط لمن يريد أن يتعالج من مرض السرطان. نتحدث عن الإخوة العرب، الأشقاء العرب الموجودين عندكم في المركز، وكم نسبتهم؟ يشكل الإخوة العرب حوالي 30% من مرضى مركز الحسين للسرطان، وإحنا كنا نتمنى لو يكون عندنا قدرة استيعابية أكثر إنه أن نستوعب كل من يطرق بابنا طلب للشفاء. حقيقة بعد ما برز اسم المركز وأصبح هذا الاسم مطروق على مستوى الدول العربية والعالمية، أصبح كثير من الأخوة العرب يجدوا في المركز ملاذا آمنا بديلا عن الدول الغربية اللي كانوا يلجوا إليها في السابق. هم يأتوا إلى مركز متطور علميا، متطور طبيا، ويأتوا إلى بلد نفس اللغة، نفس العادات، نفس التقاليد، بلد مضياف، بلد آمن. فكل هذه العناصر جعلت مركز الحسين للسرطان منافس قوي وقد يتفوق في بعض الجوانب على مثيلاته في الدول المتقدمة. أنا السؤال اللي حابة أسأله، يمكن يعني حابين يستفسروا عنه الأخوة العرب اللي عم بيشاهدونا الآن المصابين في مرض السرطان واللي حابين يتوجهوا لمركز الحسين، خلينا نحكي كيف يقدم مركز الحسين كافة التسهيلات لهم منذ قبل دخولهم لمطار الأردن وحتى وصولهم للمركز وعودتهم إلى بلادهم.
يعني العملية تبدأ بزيارة بسيطة لموقع مركز الحسين للسرطان. نعم. مؤسسة مركز الحسين للسرطان على شبكة الإنترنت. نعم. عندها هنالك يستطيع أن يضع تقاريره بصورة سهلة جدا. يتم تقييم هذه التقارير من قبل فريق عامل قبل أن يأتي المريض. نعم. وإحنا المريض الذي يعالج بصورة صحيحة قد نقول له ابقى في بلدك. ليس هدفنا حقيقة لا الربح المادي. صحيح. ولا أنه نجيب المريض ونجشمه عناء أنه يترك بلده ويترك عيلته ويترك بيته ويجي على المركز. المريض اللي ممكن يستفيد من خدماتنا نحن نحدد له الموعد. نعم. وإذا اتفقنا أنه سيأتي إلى مركز الحسين للسرطان نستقبله من المطار، نسأله أسئلة إذا كان بحاجة أنه نساعده بحجز فندق، بحجز شقة فندقية إلى غير ذلك. نعم. إذا كان بحاجة نقوم بذلك من خلال فريق متخصص. نعم. نستقبله بالمطار. هنالك فريق مخصص للمرضى العرب أو قسم مخصص للمرضى العرب داخل المركز. نعم. المريض العربي عندما يأتي للمركز سيكون معه وسيجد موظف يرافق في كل ما يذهب إليه. إذا ذهب إلى عيادة، إلى فحص، إلى صورة، إلى غير ذلك سنكون معه. سيكون معه رقم تليفون أحد الأشخاص المعنيين. هذا سيكون ضابط ارتباط له ما دام هو موجود عندنا بالأردن. نعم. والعلاج بحيث أنه يسهله. الإخوة العرب اللي بحاجة لفيزا نحن نتعامل وبسهولة مع وزارة الداخلية ونستطيع أن نستصدر لهم فيز للقدوم إلى الأردن. فنحاول قدر الإمكان أنه المريض يكفي مرضه أن نقوم بباقي الأشياء نحملها عنه نحن بالمركز بحيث يتفرغ هو للعلاج. نعم. مشاهدينا ننتقل الآن إلى العراق الشقيق لنستمع ونشاهد أيضا عن تجربة العراق في علاج مرض السرطان.